بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 25 من شهر صفر لعام 1442 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستفتح المجلس التاسع من شرح نونية ابن القيم، وسوف نشرح في هذا المجلس 25 بيتا بإذن الله، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شرابه لليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن، لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان، هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخض ولا بصق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان، هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. يقول المشتاق ابن القيم رحمه الله في طعام أهل الجنة: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان. يعني أن طعام أهل الجنة هو كل ما تطلبه نفوسهم من لحوم الطير السمان والفواكه المتنوعة، كما قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وكما قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ويأكلون منها وفق ما يتمنونه حتى يمتلئون شبعا، فيا شبعة كملت لذي الإيمان. ثم يقول: لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، والمعنى أن لهم فيها لحم طيب نضيج وخمر معتقة لذة للشاربين، ونساء طاهرات من الحيض ومن كل قذر، وفواكه لا يصيبها عفن ولا عطب، ولهم فيها أريج الطيب
وشذا الروح والريحان، فطاب لهم فيها كل شيء من مطعوم ومشروب ومنكوح ومشموم. نسأل الله تعالى من فضله. ثم يقول: وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. يقول: وصحافهم، الصفحة كالقصعة وهي تشبه الصحن في زماننا. يقول: يأتي لهم الطعام في صحاف من الذهب يطوف عليهم بها غلمان، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. رحم الله ابن القيم، كيف أتى بهذه القصيدة العجيبة في اللفظ والمعنى والفوائد؟ يقول: تأمل هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر. حيث جعل اللذة للعين والشهوة للنفس، لأن العين إذا التذت شيئا اشتهته النفس، فلذة العين سبب داع إلى شهوة النفس، وكلاهما باعث على التناول، وهو مقتض للذة أخرى فوق ما نالته العينان. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك قال: والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. رحم الله ابن القيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. وعن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، قال: يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، كل صفحة منها فيها لون ليس في الأخرى. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد: إن طير الجنة كأمثال البخت، والبخت هي الجمال. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثة: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر. نسأل الله من فضله. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في شراب أهل الجنة، أي في الخمر الذي يشربونه، قال: يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. يقول: يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك، وهو يشير إلى قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يقول: من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان، وهو يشير إلى قوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهو خمر. ومعنى لا فيها غول، قال ابن كثير في تفسيره: نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وذهابها بالعقل جملة. ويقول الله تعالى: وكأسا دهاقا، أي ممتلئا. ويقول: من رحيق مختوم،
الخمر ختم بالمسك، الله أكبر. فهذا شأن خمر الآخرة، تحدث لصاحبها أعظم نشوة وأصفى لذة، من غير أن تغتال عقله أو تصدع رأسه أو تجلب له الأمراض. ثم يقول: والخمر في الدنيا فهذا وصفها، تغتال عقل الشارب السكران، وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. يقول: أما خمر الدنيا فهذا وصفها، تغتال عقل شاربها حتى يهذي ويقدم على ارتكاب العظائم، وتحدث له من الأدواء والعلل ما هي جديرة به، وتورثه العدم والإملاق بعد الغنى واليسار. فنفى لنا الرحمن عز وجل كل هذه الآفات التي تحدثها خمر الدنيا عن خمر الجنة، من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. ثم يقول: وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شراب أولي اليمين. يقول: وشرابهم من سلسبيل، قال عكرمة: سلسبيل اسم عين في الجنة، قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. أهل الجنة فريقان: مقربون وأصحاب يمين. أما أصحاب اليمين فيشربون فيها من سلسبيل مزج بالكافور والزنجبيل، كما قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والأبرار المقصودة في الآية الكريمة التي في سورة الإنسان هم أصحاب اليمين، أما عند الناظم فهم المقربون كما سيأتي معنا. الآن الأبرار المقصودون في هذه الآية: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هم أصحاب اليمين. ثم قال الله بعد ذلك: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال المؤلف رحمه الله في حادي الأرواح: فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين، أو عن مزج شرابهم بشيئين، بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة، وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة، ما يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله، والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى، وأنهما نوعان لذيذان من الشراب، أحدهما مزج بكافور والثاني مزج بزنجبيل. ثم يقول: هذا شراب أولي اليمين، يعني الذي شرحناه في السابق. يقول: ولكن الأبرار مشربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن. يقول: ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يقصد بالأبرار هنا المقربون، يدعى بتسنيم سنام شرابهم، يشير إلى قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال تعالى: عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم، وهذا من تفسير ابن كثير.
يقول يدعى بتسنيم سنام شرابهم، وفي بعض النسخ سنام شربهم، يقصد بالسنام أنه أعلى شراب أهل الجنة. يقول صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. والمعنى أن المقرب حينما أخلص في سعيه لله عز وجل وصفاه من كل ما يشوبه من أعمال غير صالحة صف الله له شرابه هذا ولم يمزج، والجزاء من جنس العمل. ثم يقول لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. يقول أن أهل اليمين حينما مزجوا أعمالهم بالمباحات وفعل المكروهات مزج لهم الشراب فلم يكن صافيا. ثم يقول هذا وذو التخليط مرجا أمره والحكم فيه لربه الديان. قال هذا وذو التخليط مرجا، وفي بعض النسخ مزجا، والظاهر أن صوابه بالراء المهملة وأصله بالهمزة مرجا من الإرجاء أي التأخير، وترك الهمزة لغة فيه كما في قول تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ومعنى بيت الناظم أن هناك فريق ثالث وهم الذين قال الله فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وهم الذين قصروا في بعض الواجبات وارتكبوا بعض المحرمات، فهؤلاء أمرهم مفوض إلى الله سبحانه، إن شاء عفا عنهم وتاب عليهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في مصرف طعام أهل الجنة وشرابهم وهضمه، يقول هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. يقول أن طعام أهل الجنة وشرابهم لا يخلف في بطونهم فضلات تؤذيهم يحتاجون معها إلى بول أو غائط، بل تخرج عرقا له رائحة كرائحة المسك الخالص الذي لم يخلط به غيره، فتعود بطونهم ضوامر خاوية تطلب الطعام وتشتهيه، وهكذا حالهم على الدوام أكل وانهضام على مدى الأزمان. ثم يقول لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسق من الإنسان. يقول قد طهر الله الجنة وأهلها من كل قذر الدنيا وخبثها، فلا غائط فيها ولا بول ولا تمخط ولا بسق ولا حيض ولا نفاس. ثم يقول ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم للإنسان. الجشاء اسم من التشجع وهو تنفس المعدة عند الامتلاء، والمعنى أن لأهل الجنة جشاء وهو ذلك الريح الذي يخرج من الفم يكون كريح المسك يتم به هضمهم للطعام. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. اللهم إنا نسألك من فضلك. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده، فإذا بطنه قد ضمر. ثم يقول: هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. يقول: هذا وهذا صح، يعني تصريفه إلى عرق أو تصريفه إلى جشاء، فواحد في مسلم، وقد ذكرنا حديث مسلم قبل قليل، ولأحمد الأثران. ولأحمد رحمه الله أثران في هذا الباب يدلان على أن طعام أهل الجنة يفيض من جلودهم كرشح المسك، وقد تقدم شيئا من ذلك والحمد لله. في ختام هذا المجلس أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.